بروسيجر عمليات تانية في الماي سيكوال عاوزين نعمله بالبايثون. دي قاعدة البيانات اللي عندي، ودي الحاجة اللي فيها جدول الامب وفيها بروسيجر اللي عملناه. طبعا عندي هنا بروسيجر بيستقبل بارامتر وبيضيف اهو. لو انا خدته كده زي ما هو كوبي بالديليميتر جوه الماي سيكوال، يعني من الماي سيكوال نفسه كده اس كيو ال، ورحت راميه هنا وجيت عملت تنفيذ هيشتغل. هتيجي تقف على البروسيجر وتعمل ريفرش هتلاقيه موجود اهو، اد امب اهو، اد امب ماشي. عايز تنفذه التنفيذ بتاعه او عايز تجربه كمان اهو، واخد بالك مفيش اي مشكله عندك بفضل الله. التجربه بتاعته طبعا الامب اهو تمام، شيل اي حاجه بالعربي. وبص تعالى نجرب تاني مع بعض اهو. هقف هنا على الاس كيو ال وهعمل له كول وهدي له بيانات بالعربي اهو بروسيجر، وتعالى هات الامب اهو تم اضافته تمام اهو. ديليت تاني لان لسه هنجربه تاني ان شاء الله من البايثون. وده كمان بروسيجرز ودروب للاد امب ده، لان هنجربه منين؟ من البايثون طبعا. اللي ذاكر منكم درس البروسيجر او الستورد بروسيجر في الماي سيكوال اللي قلت لكم عليه قبل كده، اي حاجه تانية هيعملها بقى يعني بعد الدرس ده، اي حاجه تانية هيعملها بفضل الله في البروسيجر يعني. خلاص انا هاخده بقى من غير الديليميتر تمام كوبي، وهجيب البايثون اوكي. هجيب ايه؟ البايثون. وهعمل ايه؟ هعمل متغير اسمه سي او ار، ده بيساوي من الكونكشن بتاع اللي عملت بيه كونكت، عايز منه كيرسور وادي القوسين ماشي. بعد كده السي او ار ده هقول له دوت اكسكيوت اوكي، وهعمل له هنا ترابل دبل كوت وترابل دبل كوت، وهاجي هنا ما بينهم هكتب الايه الجمله بتاعتي في الجزئيه دي كده، وهشيل دول وهجيبها ايه جوه شويه كده تمام كده. بس ده كده ايه تنفيذ الاجراء، وادي سيف. طبعا هنا ده بناء، فما دام بناء مش هعمل كوميت تمام. تعالى اعمل ايه اف 5 كده. بص قبل ما اعملك اف 5 واشغل البروسيجرز، مفيش بروسيجر اسمه اد امب دلوقتي حذفناه خلاص. تعالى بقى نجرب دلوقتي، هاجي هنا واعمل ايه اف 5 اتنفذ خلاص واشتغل. تعالى هنا بقى اعمل ريفرش اهو الضاف بقى موجود. يبقى احنا كده ضفناه بالايه؟ بالبايثون. عايزين نضيف بيان بالبايثون برضك تمام. طيب دلوقتي ده خلاص كده تم اضافته الكلام ده كله كده ايه، ضفنا بيه الستورد بروسيجر او بنينا بيه الستورد ايه بروسيجر. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعال نعمل سي او ار 2 تمام، بعيد اهو خالص عن اللي عملنا بيه. ناخد كرسور تاني اوكي اهو، هقول له ايه؟ هقول له يا سي يو ار 2 دوت اكسكيوت تانية خالص اهي، وهياخد جملة التنفيذ نجرب بيها من البايثون، وتاني هي مش موجود مش موجود. هنا بقى لازم اعمل ايه؟ كوميت سي او ان ان دوت كوميت، وادي سيف شغل كده. طبعا هو هنا هيعمل لك مشكله، لان ايه؟ هيقول لك ان عندك انت بروسيجر اسمه كذا 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 اهو، دروب للبروسيجر فيعمله ويستخدمه على طول اوكي. تعالى بقى ايه شغل اف 5 اهو اتنفذ. تعالى بقى هنا اعمل ريفرش البروسيجر اتضاف، هات البيانات، البيانات اتضافت بالستورد بروسيجر بكل سهوله بفضل الله. استنى استنى رايح فين؟ ويت انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.